النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. نبدأ معكم المحور الأول بهذه النشرة. طقس مستقر يوم غد الاثنين بمشيئة الله، مع ارتفاع تدريجي إضافي على الحارة مقارنة بهذا اليوم الأحد. توقعات بقدوم منخفض جوي جديد إلى المملكة وسائر مناطق بلاد الشام اعتبارا من ساعات عصر يوم الثلاثاء. سيستمر على فترات هذا المنخفض الجوي حتى نهاية الأسبوع الجاري. يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية أو الاعتيادية ضمن مؤشر طقس العرب الخاص بشدة تصنيف شدة المنخفضات الجوية الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية أو الدرجة الاعتيادية، بمعنى منخفض جوي اعتيادي مقارنة بالمنخفض الماضي الذي كان يتبع الدرجة الرابعة درجة العاصفة. نلاحظ معكم أيضا في البند الثالث برودة إضافية متوقعة بالأجواء خلال الأيام القادمة وحتى نهاية هذا الأسبوع، مقارنة مثلا أيضا بالمنخفض الجوي الماضي، حيث متوقع أن تكون الأجواء في هذا المنخفض الجوي أكثر برودة مقارنة بالحالة الجوية الماضية بمشيئة الله تعالى. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بإسرار آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا. نلاحظ معكم مع ساعات هذا الصباح الأولى، نلاحظ معكم ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة في أجزاء متفرقة من المملكة، في حين تتركز أكثر صوب المنطقة الشرقية، في حين نلاحظ معكم خلو مناطق الشرق البحر الأبيض المتوسط من أي تواجد للسحب الهامة. على المقابل نلاحظ معكم وجود كميات من السحب في بعضها تتخللها خلايا ممطرة، هذه السحب مرافقة لامتداد المنخفض الجوي المتوقع أن ينشأ فوق المنطقة نتيجة قدوم كتلة هوائية باردة عبر مناطق شرق القارة الأوروبية نتيجة استمرار تشكل مرتفع جوي في عموم أو في أرجاء عديدة في القارة الأوروبية لفترة طويلة. ذلك يسمح بتدفق المزيد من الكتل الهوائية الباردة عبر اليونان وتركيا مباشرة نحو الحوض الشرقي للمتوسط، وبالتالي استمرار نشوء منخفضات جوية كما تحدثنا مرارا، وذلك خلال الفترة القادمة بمشيئة الله. الآن نلاحظ معكم توقعات درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة خلال اليومين القادمين. نلاحظ معكم هذا الارتفاع في درجات حارة الأحد مقارنة بالأيام الماضية، حيث رحل الهواء البارد شرقا، كذلك الحال فوق مستمر فوق الأراضي السورية واللبنانية، كذلك الحال يوم غد الاثنين متوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع في هذه الطبقة أي طبقات الجو المنخفضة، وبالتالي درجات حارة قريبة من حاجز 20 درجة مئوية في عمان والمدن الأردنية مع أجواء مستقرة إجمالا. لكن نلاحظ معكم من خلال ساعات نهار الثلاثاء اقتراب هواء بارد من المنطقة نظرا لاقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة، وتوقع نشوء منخفض جوي سيتخذ من جنوب جزيرة قبرص مركزا له قبل أن يتحرك نحو الأراضي السورية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ويبدأ معه التأثير الفعلي لهذا المنخفض الجوي مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء. نلاحظ معكم الثلاثاء الأجواء الدافئة أو الأكثر دفئا رحلت نحو الشرق نحو شمال السعودية والعراق والكويت، وعلى النقيض نلاحظ معكم بدأ تدفق هذا الهواء البارد من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركية واليونانية مباشرة نحو المملكة ومناطق بلاد الشام. هذه الألوان تدل على انخفاض الحارة الكبير مع ساعات مساء الثلاثاء مقارنة بيومي الأحد والاثنين. نلاحظ معكم الآن توقعات درجات حارة في طبقات الجو العالية، كيفية تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة من الأراضي التركية والأراضي اليونانية صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي نشوء منخفض جوي في هذه المنطقة ومراوحة هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية مكانها في منطقة بلاد الشام، وبالتالي استمرار الفعالية الجوية على فترات بمشيئة الله تعالى من ساعات عصر الثلاثاء وحتى نهاية هذا الأسبوع الجاري، مما يعني استمرار الأجواء الباردة الأقرب إلى الشتوية، كذلك الحال هطول زخات من الأمطار متفاوتة الشدة وعلى فترات بالأخص في شمال ووسط المملكة وامتدادها أحيانا بشكل
بشكل أضعف صوب المنطقة الجنوبية وربما أيضا حتى الشرقية. لاحظوا معي هذه الكتلة الهوائية الباردة كيف تستمر بالتمركز فوق المنطقة حتى ساعات مساء يوم الخميس القادم بحسب المعطيات الجوية الحالية بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم الآن من خلال توقعات محاكاة الهطول الخاصة بنا هنا في طقس العرب مع ساعات ظهيرة الثلاثاء تهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار. مع ساعات العصر تكون هذه الزخات أكثر وضوحا في المنطقتين الشمالية والوسطى، قد تكون هذه الزخات بمشيئة الله تعالى غزيرة لكن لفترات وجيزة يصحبها أيضا الرعد والبرد، لا سيما في المنطقة الشمالية حيث تكون الفعالية الجوية أكثر قوة كونها قريبة من الأراضي السورية اللبنانية التي تتأثر المنطقة الأخيرة لبنان وسوريا بهذا المنخفض الجوي بشكل أكبر. كما تحدثنا هنالك امتداد للفعالية الجوية صوب أجزاء من المنطقة الجنوبية لكنها أقل من وسط وشمال المملكة. كذلك الحال نلاحظ معكم امتداد بعض الفعالية الجوية صوب أجزاء محدودة من شرق المملكة خلال هذه الفعالية. نلاحظ معكم يوم الأربعاء استمرار فرص هطول زخات من الأمطار لكنها بشكل متقطع أكثر مقارنة بيوم الثلاثاء، وأيضا يوم الخميس هذه الفرصة لا تزال موجودة لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى والعاصمة عمان بمشيئة الله تعالى. هذا ما هو مبين خلال التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة. نلاحظ معكم مع ساعة الثلاثاء تهيئ الفرصة تدريجيا أثناء النهار لهطول هذه الزخات المطرية التي ستكون مع ساعات العصر والمساء غزيرة لكن لفترات وجيزة قد يسحبها الرعد والبرد لا سيما في المنطقة الشمالية. نلاحظ معكم مع ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء انخفاض كبير وملموس الحارة لتصل إلى حدود 5 درجات مئوية فقط في العاصمة عمان، ربما أقل من ذلك حتى في مرتفعات العاصمة. يوم الأربعاء العظمى فقط في العاصمة عمان بحدود 9 أو 10 درجات مئوية، وبالتالي أجواء باردة أجواء كانونية منتظرة في العاصمة عمان مع نشاط لافت في الرياح كما هو مبين، واستمرار يوم الأربعاء الفرصة متاحة لهطول بعض الزخات المطرية في شمال وسط المملكة بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.